بسمح لك توجهلي هالكلام ابدا. اللي مثلك خبيث بيستاهل اكثر من هالكلام. ياسمينة انا ما بسمح لك تضحك عليها وتلعب بعواطفها. تهديد صار كلمه حاسمه. نادر دخلت حياه عيلي. انا سميه بنت الاغا، انا جيت اليوم يا نادر حتى رد اعتباري وكرامتي منك. جرحت ولادها وحطت الاهل امام خيارين. مستعد انك تخطبني وتلبسني الشبكه وترجع لي كرامتي؟ لا. ياسمينه من التنين للخميس بعد الاخبار على الـ ABC I والـ LDC.